سمعت الجنوب هنا ما تونسي كان في بطاقة تعريف ريتها ما تونسي كان في البطاقة. حكاية الداخلية ثلاثة من الناس ماتوا بالتعذيب، هذا الرابع بزرته ماما مطاردة يا اخي. ونمشي ونحب ونمشي معاهم نخرجوا من البلاد هذه، نمشي كان ثم بلاد اخرى تقبلنا غير نخرجوا منها. لا نخرج كان ماناش توانسه، رانا توانسه ابعد شتى، رانا عايشين في الجنوب ولا ناس ارهاب ولا ناس رشنيه ولا كذا. لا لا بلادنا هذه بلاد حكايه من الاول. حنا في فم الباب غادي واقفين يا اخي، جي صفوان يجري قال لي يا محمد ابو حاكم حنا هاربين جايين جاي من الشرطه، وقف اسمه بسامه غادي وحكيم وهني وصفوان. صفوان احنا وقت مازلنا كي واقفين حتى البرميل، صفوان في نص الزنقه كان يودي راه وصل دز الباب عدى ديرك طلع على السلوم. جيت هنا كي بسكر الباب نلقى حكيم قال لي محمد راني حكيم. قلت له ادخل شبيك؟ تخلوا طلعنا احنا وراه والله هيك على ليت القصد. قلت له ما ينطلعوا تنشوفوه تنقول له هبط. طلعنا مشينا هنا فوق السطح ومن عليه ما لقيناش، قعدنا واقفين فوق دار جاري هذه من هنا دار الهواي، قعدنا واقفين كتي. قالوا لي يا اخي هذا وين؟ قلت لهم بالكمش راه هبط على النهج هذا نتاع الشريقي ديبو هذا يفتح على نهج اخر. قالوا لي باهي هاي برنابط. وجينا نمشوا من هنا فوق المدله الحمد لله ربي يبين الحق. قلت له يا حكيم بعديك راك تطيح في الكوري راه ما فيش داله. قال لي والله لا ريتها شاعي متشعل بي. قال لي والله لا ريتها كوري. يمشي لي يشبح في صفوان لوطه وني مازلت كي وصلت لهني. قلت له قال لي يا صفوان لهني عيطوا. قلت له كيف صفوان لهني؟ قال لي والله صفوان لهني ديرك ترجع شعلت البيل نلقى صفوان. طلعت السلوم هبطنا ما غادي طلعناه هو وهبطنا السلوم رجعناه من كيتي هبطنا يعني كيتي حطينا له في السته تحت راسه مازال يتنفس وقتها دايخ بركه يعني كيتي. حتى في سامه جهاز شكون من هنا عادل هاكو نطلبوا في الشرطه نطلبوا في الحمايه هم جايينكم هم وصلين لكم صحيح حكيت سبعه دراج ولا نص ساعه باش ومازال هما ما جوش. خرج ديرك تنيجي وقفنا تاكسي جبناه غادي هزيناه طلعناه وقبل احنا يجي ربع دراج ولا ربع ساعه فوق الداله ما غادي نتفرجوا على الكياس ما قابلنيش. رجعت هنيكيتي ديركت نجي خرجت من هنا نجري مشيت وزيت تاكسي جبناه هنيكيتي طلعناه في التاكسي. احنا التاكسي كي وخرت مرشيلير خرجت على الطريق الرئيسي والحمايه واقفه هي والشرطه بحذا الواحد وني نطلع فيه نستنى فيه ما جونيش الحمايه هم بيجوا تاكو بدينا نادوليهم بديت الكل يزفروا هبطنا من التاكسي طلعناه على البلاكار وطلعت معاه هني في الحمايه وصدنا ربي للسبيطار. خويا طلع على الدار ما خلطوش راهم في الدار راه ما خلطوش خويا والتعليمات جايتهم بالمطارده ما طاردوا كان جاتهم تعليمات والمطارده خويا ممنوعه في القانون التونسي خويا حق الطفل هذا يطلع خويا حاجتنا بحقه يطلع متحمل تتحمل مسؤوليه وفاه الشاب هذا خاطر هي المسيره من الصبح فهمت مو نص النهار كل مسيرات الناس كل راهي مسيره خارج على كلمه حق ريتها المسيره بدات من نص النهار توصلت حتى للتسعه ونص العشره نتاع الليل فهمت ولا هم يطاردوا في وسط البلاد يطاردوا في وسط هنا ريت نحملوا ريت وزاره الداخليه نحملوا موت صفوان هذا ريت السيد ميت في دارهم ميت الحاكم يجري ورا العباد طيش شكل بومباغاز طيش في دار الميت حدا الميت. فما جروب فيه 12 14 بوليسيه معناها ذاك البوب قال قوم من غادي شد ديارك فهمتني. قلنا راهو ميت خويا عندنا ميت تقوم يا ولدي قال لي قوم قلنا انا مانيش قايمين برا روح انت برا روح ودي راه ميت راه ما عندنا حتى شيء معنا صيبها من غادي حذفنا برشادة مرة حذفنا بكاس تخبيت انا حذفنا بكاس انا تخبيت من هنا انا تخبيت هنا تعد حجرة والقاس بعدها جيست بعدها ديريكت. انا كلمت من النمرة نتاعي عندها كلمت وقلت اخويا اجي شوف لي بي صغار الناس تعيط لداخل ناس داخل يصب عليها في الماء احنا يعلم بينا ربي معناتها سبحان الله رانا فاقدين خويا ويزيد واحد يحتفوا علينا في البباكاس عليه شقام اش عملنا لهم احنا هذا هيك معناتها هيك جازوا فينا احنا هذا ما يجيش راه هذا كله ما يجيش احنا يعلم بينا ربي معناتها واجهين راه واجعنا راه خويا مقتول سيبي غريبه راه خاطر هذا خويا باش قائد السبسي هذا راه يصنف فينا بين حنا تنظيم ارهابي ما احنا تصنيفنا ارهابي ولا مليون و800 ولا كذا خويا احنا ارهابي ما عندنا حتى مشكله مع الارهاب يا سيدي باهي ما دامنا ارهابيين خويا ارهابي الكلمه هذه يا خويا هزت روح صاحبنا احنا زي روحها زي روحنا احنا راه ما عندنا حتى مشكله خويا ما عندنا حتى مشكله وانا على بعد تتعدى الكلمه هذه تتعدى في التلفزيون نتحملوا مسؤوليتنا فيها اخوي ما دامنا ارهابيين خويا خلونا ارهابيين.